اهلا بحضراتكم مره تانية مشاهدينا الكرام، وزي ما انتم عارفين طبعا بنتابع على مدار الاسابيع اللي فاتت فعاليات مهرجان العالمين الجديده العالم عالمين، ومستمتعين جدا بالفعاليات بالرغم ان هي مش كلها رياضيه ولكن الترفيهيه ممتعه جدا، حاجات اجتماعيه كتيره شفناها وشفنا لسه حاجات ليها علاقه بالموضه والفاشن، فاحداث كتيره جدا بنتابعها على مدار الايام والاسابيع الماضيه. خلونا بقى نشوف بالتحديد فعاليات اليوم الثاني من بطولة الترايثلون الدولية اللي بيستضيفها مهرجان العالمين الجديدة، وبينضم إلينا من هناك زميلنا العزيز إبراهيم عمر يوافينا بآخر الأخبار والأجواء عنده عاملة إزاي. يا إبراهيم صباح الخير عليك، والجو عندك عامل إيه والدنيا إيه الأخبار فيها؟ مريان صباح الفل عليك وصباح الفل على كل مشاهدينا. الأجواء هنا تحفة، أجواء هنا حلوة حلاوة مش طبيعية بصراحة هنا في العالمين الجديد العالم عالمين. يعني أنا أول مرة أكون موجود، جيت امبارح وكنت موجود، لا الأجواء حاجة تانية خالص بصراحة، غير اللي كنت قاعد بتفرج عليه في التلفزيون وغير اللي كنت بشوفه وكنت بسمعه. الأجواء هنا حاجة في منتهى الجمال. يمكن الترايسلون النهاردة الثلاثي الحديث، يمكن البطولة دي بدأت امبارح مرهان، شارك فيها 160 لاعب من أكتر من 20 دولة. يمكن لو هكلمك بقى عن البطولة كلها، معمولة ترفيه للناس، موجود فيها لعيبة محترفين وموجود فيها لسه ناس مبتدئة. يعني امبارح كنا شايفين ناس وبنتكلم معاهم بنسجل معاهم، اللي بدأ ترايسلون بقاله 3 سنين واللي بقاله سنتين، وفي عندنا ابطالنا الاولمبيين وابطالنا اللي بيشاركوا في بطولات العالم كلهم موجودين كفتره اعداد ليهم وبيشوفوا الجو هنا عامل ازاي والتراك. يمكن امبارح بدا السباق امبارح والتراك الثلاثي الحديث، عشان بس نشرحه للناس، هو سباحه وركوب عجل وجري. يمكن امبارح بداوا امبارح بالسباحه، كانت سباحه في الميه 750 متر، بعد كده العجل كان 10 كيلو والجري كان 5 كيلو امبارح في التراك سباق امبارح. النهارده السباق بتاع النهارده كان السباق، اول حاجه السباق الاولمبي لسه خلصان بالظبط من ساعه. التراك الاولمبي ده مرهان المفروض 1500 متر، لا مش 1500 متر سباحه و40 كيلو بالعجل و10 كيلو جري، يمكن لسه خلصان بالظبط من ساعه وبدا من شويه. يعني تقريبا قبل ما اخش معاك اللينك على طول كان بدا السباق الاخير ده، بقى الفاميليز ده كل الناس والاسر نزلوا مع اولادهم. كنا شايفين دلوقتي في اطفال صغيرين، يمكن اصغر سن فيهم كان موجود 4 و5 سنين، كانوا موجود في السباق، خلصوا السباحه وما يمكن ما جريوش بس طلعوا على طول. احنا واقفين عند الفينشر هنا بيفنشوا السباق، كانوا لسه مخلصين حالا وداخلين مخلصين السباق. اجواء جميله جدا يا مرهان، حاجه الجو تحفه، الناس كلها بتشكر في التراك والميه. يمكن كنت حضرت قبل كده بطولتين للترايسلون في القاهره وكانت في شرم الشيخ، الدنيا هنا لا حاجه تانية خالص. يمكن الميه هنا كمان زي اللاجون، يعني المكان اللي بينزلوا فيه اللاجون، المنطقه اللي بيعوموا فيها المتسابقين واللعيبه موجودين النهارده، بالنسبه لهم تحفه، يعني بالنسبه لهم حاجه حلوه لانها اشبه بحمام السباحه. وما بتطلعي بعد كده على التراك، كان كلامه امبارح ان التراك بتاع العجل العالمين الجديده لسه ما بقالهاش سنتين ثلاثه، فالدنيا هنا زي الفل ومعمول على اعلى مستوى. الناس وهي بتمشي بالعجل التراك بالنسبه لهم كويس جدا، تراك الجري بالنسبه لهم برضو ما فيش مطبات، قالوا لنا ما فيش عربيات بتقطع لان التنظيم هنا كمان على اعلى مستوى. يمكن التراك كله مقفول ومقفول بالامن مقفول، ورجاله وزاره الداخليه موجودين في كل حته هنا، يعني بنشكرهم وبنحييهم على المجهود اللي قايمين بيه، مقفول من كل الجوانب. يعني لما تيجي دلوقتي اما يجوا التراك بتاع الجري ممكن بالاتجاه اللي انا بشاور فيه ده، والناحيه الثانيه عكسه التراك بتاع العجل، الدنيا متقفله، مفيش عربيات بتعدي، مفيش ناس بتعدي تقطع المتسابقين زي ما كانوا بيشوفوا في تراكات قبل كده، او تراكات او بطولات كانوا بيدخلوها كان ممكن وهو بيجري عادي يلاقي عربيه معديه من جنبه، حد معدي ماشي من جنبه، لا الكلام ده مش موجود هنا في العالمين الجديد. يا ابراهيم بنشكرك شكرا جزيلا، واكيد يعني عارفين ان في مجهود كبير جدا منك ومن كل زمايلنا اللي بيكونوا بيغطوا اي احداث شبه كده وفيها حركه كتير والجو شمس، بس ان شاء الله تكون دايما كده حاضر في الموعد، وبشكرك شكرا جزيلا يا ابراهيم نورتنا. انا عايز انزل السباق ده مرهان على فكره. انا حاساك خاسس والله وعامل فورمه مش وحشه، يعني هتشرفنا. انا لسه بقول لهم عايز انزل والله، يعني دلوقتي السباق اللي هو هننزل نعوم ونطلع
نركب العجل، بس ما كانش معايا كوتش. هنجيب لك كوتش. هختم معاك حالا وتفضل يا باشا. هيكون في ايه؟ هنزل معاهم دلوقتي. جود لك ونشجعك. صباح الفل عليك يا ابراهيم. ابراهيم عمر طبعا زميلنا العزيز من مهرجان العالمين الجديده، وكل التفاصيل الخاصه بفعاليات تاني ايام البطوله الدوليه للترايثلون. ويعني بنشكر اكيد ابراهيم وكل زمايلنا الصراحه على مدار الفتره اللي فاتت وكل المناسبات، مش بس يعني في مهرجان العالمين، في كل الفعاليات المختلفه، على مجهودهم الكبير جدا اللي دايما بيكونوا بيقدموه من اجتهاد، وكل تفصيله بيحاولوا يكونوا بينقلوها لحضراتكم مشاهدينا الكرام.